أكيد. يعني الأهلي من الأماكن اللي يمكن الأمور فيها محكومة، في مبادئ محكومة الناس ماشية حتى عليها. لو حصل نشوز أو خروج فمن بعض للأسف مش مقدرين، ولكن يقابلوا ويواجهوا مش من الأطراف، من أعضاء الجمعية العمومية، من الأعضاء والجمهور، من الأعضاء والجمعية العمومية، وبيرفضوا مستهدفة التصرفات وتنقلب على أصحابها على طول. طيب لو بتفكر في العدد اللي ممكن يحضر الانتخابات مثلا، امبارح كان بالنسبه لك ممكن يكون لك تصور في عدد معين، النهارده لو الارقام ممكن خلال يعني دقائق او ساعات قليله ممكن تطلع الارقام الرسميه، بس نفترض ممكن مثلا ارقام تكون اكتر من 20 او 22 الف عضو النهارده جم شاركوا في العمليه الانتخابيه، هل بالنسبه لك الرقم مفاجاه لو بتعمل عنوان او منشط لانتخابات الاهلي، ولا كنت متوقع ان ممكن يكون في رقم قريب من ده؟ لا بص، طبعا لو الرقم اللي انت بتقول عليه لو جه مثلا 30 ألف، ده رقم مفاجأة. الرقم مفاجأة، لكن نادي الصيد حواليك بقى، ما انت بتدور الاول على حواليك، شوف بقى الرؤية حواليك ايه بالظبط، شوف الرؤية الاول حواليك. نادي الصيد 14900، تمام. جزيرة اعتقد 12 ألف. في مين تاني انتخب؟ الترسانة لسه اعتقد صح؟ لسه الترسانة النهارده، الترسانة النهارده. في انديه انتخابات خلصت في اسكندريه بقى، في سموحه لا يعني في عندك الظهور خلص بالتسكيه، اليوبلس خلص بالتسكيه، النهارده سبورتنج بينتخب من الانديه العريقه في اسكندريه. ده خلى البعض عنده انطباع يقول لك ايه الحسابات على مدار الاسبوعين اللي فاتوا دايره، بتقول لك الجمعيه العموميه الاهلي من 15 ل 20، من 15 ل 20 ل 20، ده التصور اللي كان قبل التصور النهارده، التصور السائد. وفي ناس النهارده قالت لك لا ده 20 ل 25، ولو جه ده هيبقى رقم مفاجأة في ظل جائحة كورونا، في ظل انه الناس شايفة مفيش منافسة، في حاجات في ايه؟ مؤشرات، في مؤشرات بتديك بتديك صورة عامة كده، بتديك بلان كده تقدر تبني عليه، يعني بتديك معطيات وبعد كده بتاخد انت بتدي نتائج وبتدي. فهي دايرة في لغايه ما احنا مش يعني مشينا، يمكن من فتره كان حوالي وصل العدد قبل غلق الباب بحوالي ساعتين كان 18، ممكن العدد يكون مقابل، ممكن مقابل للزياده يعني ال 20 وال 22. المعلومه اللي كانت عندي يعني ما اقدرش اكذب، ما خدتهاش من المستشار بالظبط، مش راضي رسمي، تقريبا اتقال انه 18. فما اعرفش هل هي ممكن تكون تجاوزت اكيد ال 20، وصلت ل 21 22، اكيد لسه هنشوف. اكيد لو حصل على فكره هيبقى انجاز، انجاز انجاز كبير في ظل الظروف دي، في ظل الظروف وحاجات كتير جدا، انه سيكون يعني انتخابات داخليه وخلاص يعني مجموعه، لكن لا هيبقى رقم مميز لو هي عدت ال 20.